السلام عليكم متابعتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم وعش مبروكه. اليوم كما وعدتكم جبت لكم وصفه جديده اللي هي عباره عن حرشه نعمروها بكاشير والجبن. بالنسبه للمقادير كنحتاجو عندي هنايا 3.5 ديال السميده متوسطه، عندي كاس ديال الماء، مغرفه ديال العسل، نص كاس ديال الزيت، كاينه خميره والملحه، كاين كاشير والجبن محكوك. نبداو على بركة الله. بسم الله، كما كتشوفوا هي الزلافة الأولى، هادي نص الزلافة، عندنا هنايا الخميرة والملحة، غادي نضيفو ملعقة كبيرة ديال العسل. اللي بغى اللي ما عندوش يعمل السكر، ولكن من الاحسن العسل. هاد العسل كيعطي واحد اللون ذهبي للحرشه. بسم الله، غنزيدو دابا الزيت، غنحركو كلشي ونرجعنا عندكم. رجعت عندكم، غنزيدو شويه الماء، نزيدو شويه شويه الماء باردين حتى شي يكون سخون، ونبقاو نجمعو، خليوها ترتاح بطبيعة الحال، عنده نعدلو بيها، خليوها ترتاح واحد 4 ساعة المكانة. كيف ما كتشوفو العجينة ديالنا هي رطبة. خدت لي كاس ونص ديال الماء. من بعد ما خلينا العجينة ديالنا ترتاح، الله شوف كيفاش عاملة. شوفوا هي واعر، واخا عندي القطاعات كيعجبني نعمل هذا. تبارك الله ما شاء الله، هي قيسوها كتجي واعرة، غتعجبكم بزاف. كيف ما كتشوفوا الحريشات ديالنا راهوما هادوك عملتهم بكاشير والجبن، وهادو عندي واحد بنتي كامل كتاكل الكاشير، عملتهم بلا غير عاديا، حريشات عاديا، نطيبهم ونطلق معكم. كيف ما كتشوفوا الحريشات ديالنا هما جديد جاو، يا سلام وزلان، ما خرج منهم لا كاشير ولا والو، كتشوف كاملين بهم هما بالصحة والراحة. إذا متابعتي الغزالات، الوصفة ديالنا هي وجدت بالصحة والراحة. ما تنساوش تتابعوني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. نتلاقاو في وصفة جديدة.